أهلا بكم على بعد يومين فقط من نزال المغرب ضد الكاميرون يوم السبت المقبل بفاس. نخصص حلقة كلها اليوم للمنتخب الوطني المغربي ومباراته ضد الكاميرون. نتكلم كذلك شوية على مباراة طوغو ضد الغابون. معنا عادل بن مالك. أهلا بك عادل. معنا لأول مرة إدريس العلوي محب ومتفرج وعضو لمجموعة فتر تايغرس من فاس المدينة التي تستقبل الأسود. أهلا بك إدريس. معنا نور الدين الكرف من جريدة الصباح. أهلا بك نور الدين. مساء الخير زين وصل. ومعنا كذلك عبد اللطيف متوكل رئيس الصفحة الرياضية برسالة الأمة. أهلا بك عبد اللطيف. أهلا وسهلا وتحية للمشاهدين الأفاضل. عاد إدريس لمباراة المغرب، وهل مدينة فاس تستحق المنتخب المغربي؟ لأن المنتخب المغربي بمشى لفاس تطالب الجمهور يجي بزاف وطالب الجمهور يشجعو. هذا اختيار مدينة فاس ماشي اختيار بريء. هو الجمهور المغربي اليوم غضبان، غضب شديد، هذا سي تاندينيابل، ما يمكنناش نناقشوا في هذه القضيه. واختيار مدينه فاس كنظن جاء على ود ان الجمهور الفاسي واحد الجمهور اللي وفي سواء الفريق الوطني ولا الفريق ديالو، يمكن مشتاق كذلك لان اخر مباراه رسميه المنتخب المغربي لعبها المنتخب المغربي في مدينه فاس هي منتخب المغربي مع المنتخب الجزائري. المركب كانت تفتتح مع مباراة زامبيا. نعم. مع كل أسف معوش جات شي مباراة بعد ذلك. أول مباراة رسمية. نعم. في المركب. نعم. كما كان الحال مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري هي مباراة جميلة إلا قدوا يذكروها اللاعبين المغاربة فيقدروا ينتصروا على الكاميرون، لأن كان المنتخب المغربي منهزم بواحد الصفر في الشوط الأول، بقى الجمهور الفاسي يشجع إلى أن سجل كماتش هدفين. زامبيا في 1980 هذه المباراة كانت أجمل بكثير، حتى كماتش قد يسجل جوج أهداف وقلب الموازين للمباراة مع كويلو. واش الجمهور الفاسي بصفه خاصه والجمهور اللي المكناسي، الجمهور ديال تازا، الجمهور ديال تاونات، الجمهور ديال المدن القريبه لفاس، واش تظن بانه سيعمر الملعب مركب فاس يوم السبت؟ يعمر ما عرفت، لان اصلا 30 ألف بطاقه هي اللي تم توزيعها، هي تم وضعها رهن البيع. يعني 8000 خلوها بلاش، يعني 15000 خلوها بلاش، وهي هي المركب تتسع بالضبط 833 كيفاش تظن المنتخب الكاميروني يلعب فاس؟ كيفاش تظن الجمهور خصو يتعامل مع هذه المباراه منذ اول وهله منذ بدايه المباراه؟ منتخب كاميروني اللي كان جا لفاس راه غيجي باش يربح، عنده واحد المصير خصو يتكاليفي على كوب دو موند. جو بونس كو سي بوكو بلوز امبورطون كو حنايا كواك، ولكن بالنسبه لينا حنا كجمهور مغربي خاصه خصنا اننا نحاولوا نساندوا من الفرق الوطني 90 دقيقه كيف تنشوفوها في الملاعب ديال الفرق. خصنا عاوتاني نعاودوا نفس القضيه غدا، وفهم بعد غدا كاين بعض الفرق اللي مازال تتبقى عليها البيت تبدا الجمهور يسبا بعض الفرق. مع كل اسف في المغرب كاين الظاهره ديال الفرق بين المحب والمشجع، والمنتخب المغربي ما عندوش غرض بجمهور يوم السبت، عنده غرض محبين. تنظن انه اختيار ديال مدينه فاس ما جاش ينوصل من هذه الناحيه. مدينه فاس الحمد لله غادي ان شاء الله تنتمنوا انها غادي تكون ديغيغ سون ايكيب ناسيونال. اترتي الجمهور في هذا الاتجاه؟ كاين ولا غير تتضع؟ لا كاين اتجاه وتتنتظر العفويه لا سبونتانيتي. لا بالنسبه حنا الجروب ديالنا تنظن اننا غادي فهمتي، تنظن سي سيغ اننا غندخلوا نساندوا فريق الوطني، لانه حنا ماشي جمهور نتيجه. وفريق الوطني راه فريق المغرب اولا قبل كل شيء، اذا حنايا تابعين الوطن ديالنا قبل اي حاجه. اذا حنا غندخلوا نشجعوا. واخا تسجل عليه الاصابه. واخا تسجل عليه تاخر الاصابه. تسجل المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني هذا. نعم. بين وكي غتكون واحد الطبقه ديال شي ناس سي سور ولا بد وارده انه غتكون واحد الطبقه اللي غتسب، جايه باش تسب، جايه باش تسين الكبوه، باش تصفي حساباتها. خصها غير تسب. مع كل اسف ما تقدوش نسينوا المباراه نتاعي باش نصفوا الحسابات، نجربوا نصفوا الحسابات في المغرب. حنا كنتمناو ان الفريق الوطني ما يعطيهمش ديك لوكازيون باش هو ينوض يسب. كنتمناو انه بحال المنتخب المصري في 2005 ما كان عنده ما يخسر، حتى حنا ما عندنا ما خسرنا. المنتخب المصري العافية وندي. راه حنا بالضبط. المنتخب المغربي لعب في المغرب غيزون دو بلوس باش الجمهور يتابعهم، باش الجمهور يعاونهم. حنا مباراه اخيره مكلاسين الاخرين، ما يمكنناش نهبطوا اكثر، اخر بلاصه. اذا كنتمناو ان الفريق الوطني تكون عنده ان سورسو دورغي يخليه يمشي قدما وينتقل ان شاء الله نربحوا. يا رب. واش تنتفق مع نداء الجمهور ديال فاس والنواحي والمدن القريبه، وما تنستنيوش الجمهور ضربات الدار البيضاء للمحبين الكبار ديال المنتخب الوطني اللي تيمشيو لاي مباراه كيفما كانت المدينه؟ النداء واضح، النداء واضح هو انه ان شاء الله خص الجمهور يحج بكثره المركب مدينه فاس. هو اصلا مركب جميل، ونتمنى ان المباراه تكون اجمل، وان الفريق الوطني يدير النفس كيف تنقولوا، يدير النفس ويوصل بينا ويرد للمغرب واحد البصيص من داك الشرف اللي عنده في الساحه الوطنيه الافريقيه. وكنتمنى ان ان شاء الله الجمهور يكون واداء يكون انتصار حتى هو ان شاء الله. شكرا عادل.